بقى اول حاجه عدله تقولها من يوم ما عرفناك، شفتوا يعني هو يقصد ان الرجاله بيخونوا اصحابهم وفي الاخر عايزين يتجوزوا واحده ما اتلمستش. لا ايه ده، لا مش بالظبط قوي كده الحقيقه. بقولك يا حاج، صلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عندك دلوقتي كالون؟ اي مفتاح معدي ممكن يفتحه، ده يبقى كالون ايه؟ كالون اهبل ويترمي فورا، مش كده؟ اه. طيب عندك مفتاح يفتح اي كالون، يبقى مفتاح ايه؟ الله اكبر عليه، ده ماستر كي. بقى بذمتك في مفتاح بيفتح كل الكوالين؟ ده يبقى اسمه طفاشه، تبقى حرامي يا معفن. معفن مين يا بنت؟ كام يوم يا ابني؟ قوم كلمها معايا، رد عليها. عايز ايه؟ رد. سلطان اقول صح طبعا. صح في ايه؟ هو انت سمعت الحكايه اصلا؟ انت كنت نايم. اه سمعت الحكايه، ما عجبتنيش خالص على فكره. ازاي ما عجبتكش؟ ده في حته حلوه قوي بتاعت الحراميه، وبعدين البوليس لما جه قبض على بتاعه. احلى حته، بس البوليس برضه اتاخر قوي فيها. ما تعلمنيش، ما تعلمنيش ده من نسوان. مش صح؟ لا غلط. يا جماعه استهدوا بالله، استهدوا بالله، الحاج يقصد من الحكايه ان زي ما في رجاله وحشين وبطالين، في برضه ستات وحشين ومشيهم مشي بطال، صوابعك مش زي بعضها. يا سلام يا سلام، يسلم فمك يا حاجه. الله ينور عليك يا حاجه، لميتي الليله كلها في كلمتين. ماشي حاجه، ممكن سؤال شخصي كده؟ ايه انت عذراء؟ ايه يا حبيبي، وانا بلتكانه ولا ايه؟ بعد العمر ده كله تقول لها عذراء؟ انا مش قصدي يا حاج، انا قصدي انت برج العذراء، اصل هو بيتميز بالحكمه وسعه الصدر وطول البال وعيونه كمان حلوه قوي قوي. بقولك يا حاجه، احنا عندنا كلاس يوجي كده بنعمله الصبح، ما تيجي تنضمي معانا؟ في اخره بيبقى في جروب هاج كده، انا محتاجه قوي. انا بجيبها واجيلك. خلاص ها، نصلي بينا على النبي كده ونقول الحمد لله قرار الهدنه بدا. مفيش هدنه، وكلامي هو اللي هيمشي. كلامك يمشي على الجرابيع بتوعك يا حبيبي. ايه رايك بقى ان انا موافقه على الهدنه وهاجي هنا كل يوم؟ ها كارما فايتو. اوبس، صغرتك قدام الناس. تصغري يا بنت قد كده قدامي دلوقتي. طب بقول لك ايه، انا موافق على الهدنه. موافق.